ارتكب طيار العدوان السعودي في 16 من أغسطس 2016 مجزرة دامية بحق أسرة الشيخ الشهيد محسن محمد عاصم في مديرية نهم، مخلفا أكثر من 11 شهيدا و20 جريحا. تحتفظ الذاكرة اليمنية بمآسي مروعة خلفها العدوان السعودي على اليمن أرضا وإنسانا. ففي مثل هذا التاريخ قبل عام أقدم الطيران السعودي الغاشم على استهداف منزل الشيخ محسن محمد عاصم في قولة عاصم بمديرية نهم، لا لذنب ارتكبه بل لكونه مواطنا يمنيا شريفا لا يقبل أن يمد يده للعدوان مقابل أن يشارك في قتل شعبه وتدمير وطنه. الغارة أسفرت عن استشهاد الشيخ محسن نفسه و11 من أفراد أسرته جلهم نساء وأطفال في جريمة غدر لن ينساها الشعب اليمني مهما تقادمت الأيام. استهدف المنزل في أكثر من 48 نفر من أسرة الشهيد من أطفال ونساء وشيوخ، وثم أنه بعد الاستهداف استهدفوا الشهيد محسن محمد عاصم وتم استهدافه واغتياله، واصطفى الله سبحانه وتعالى واصطفى معه 11 شهيدا و23 جريحا. فنقول صور صادمة لجريمة الغدر التي ارتكبها آل سعود في ليل مظلم ضد نساء وأطفال تقابل بصمت دولي مطبق، وكأن دماء أهل اليمن ليست دماء. بعدما اشترى النفط الخليجي موقف المجتمع الدولي والمنظمات الدولية جريمة من آلاف الجرائم التي ارتكبها العدوان السعودي الصهيوني الأمريكي على شعبنا اليمني في كل محافظة اليمن دون استثناء، في أيضا في الحضر وفي السفر في كل الأماكن، جريمة يندلها الجبين، جريمة سيحاسب التاريخ عليها كل المرتزقة والعملاء والخونة. حصل في بيت عاصم من قتل النساء والأطفال، وما حصل من إرهاب في مديرية نهم كامل، وما حصل في اليمن عامة من ضرب كل شيء جميل. مجازر العدوان السعودي بحق الشعب اليمني والتي تتكرر كل يوم منذ أكثر من عامين ستظل وصمة عار في جبين الإنسانية جمعاء، ونقطة سوداء في تاريخ كل يمني تجاهل في يوم من الأيام مآسي إخوته. محمد العنتري، اليمن اليوم.